من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وبلغ مثل سباب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلّيناه وما سلمناه هذه هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعة ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حول المورود وأشرنا غدا تحت نجم لواء القدر. وإلى حضرة آبائي خواله من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أولادي وأزواج ذرياتي وأهل بيتي كلهم أجمعين وإلى حضرة أصحاب البدريين والهديين والحنين والخندقين وخيبرنا طبقنا وصائر صحابتي والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة شيخنا شيخ النصارى والمغاربة قطب الخطاب سلطان الأولياء ياسر محي الدين عبد القادر الجيلاني يقضه الله تعالى سره لي وإلى حضرة سلطان العارفين سيدنا محمد الكبير فاعي يقضه الله تعالى سره لي وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين نرجس الأجمير يقضه الله تعالى سره لي وإلى حضرة ولي الشريفين المخبرة بأرضي درمان الأمر يقضه الله تعالى بأسارهما وإلى حضرة سيدنا من أمان بيبي يقضه الله تعالى لنا وإلى حضرة جدنا ذاتنا وإلى حضرة شيخنا مالك الأستاذ قدس الله تعالى سره لديك ويا اللهم زد لهم فضلنا لا فضل مصارفنا لا صرفهم وإزنا لا إزهم وكرامتنا لا كرامة من لديك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وفتوات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا سقيا ولا مطردا ولا محرما. اللهم بارك لنا وبارك بأمرنا هذا. اللهم بارك لنا وبارك بمجلس هذا. اللهم بارك لنا وبارك جميع كسبنا وبارك جميع سفرنا وبارك جميع أمورنا وبارك من نعاننا وبارك من